موعد مسابقة 30,000 معلم من وزارة التربية والتعليم 2024 على 1445. قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يعمل تحت إشراف الدكتور صالح الشيخ بالإعلان عن مسابقة التربية والتعليم لعام 2024، وهي المسابقة الثالثة على التوالي، وذلك ما يتساءل عنه الكثير من المواطنين. لذلك سوف نتحدث من خلال النقاط السابقة عن كل ما يخص المسابقة وموعدها. موعد مسابقة 30,000 معلم من وزارة التربية والتعليم 2024 على 1445. قام الجهاز المركزي بالتصريح على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 من المقرر أنها سوف تقام في يناير القادم، والتي سوف تشمل ما يقارب نحو 30,000 معلم، وذلك لسد احتياجات الوزارة. واستكمل حديثه الدكتور مصطفى مدبولي بأنه من المقرر إنشاء تلك المسابقة، والتي سوف تكون استكمال للعام الأول والثاني، وذلك ليكون في نهاية 2024 بلغ عدد المعلمين إلى 90,000 معلم، وذلك وفقا للخطة الموضوعية. شروط مسابقة التربية والتعليم لعام 2024. قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاشتراك في المسابقة، وهي: يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية. يشترط أن يكون ذا سمعة طيبة. يجب أن يكون المتقدم ليس لديه أي أحكام مخلة بالشرف والأمانة. يشترط أن لا يزيد عن 40 عام. أن يكون متخرج بتقدير مقبول فأعلى. أن ينجح في الاختبارات المقررة. أن يجتاز في الكشف الطبي. الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم: صورة شخصية، بطاقة سارية، المؤهل الدراسي، موقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للسيدات، شهادة التأهيل، إيصال الإيداع البنكي، حالة جنائية سارية موجه لوزارة التربية والتعليم.